أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يشترط لسفر المرأة أن يكون معها محرم، ما المراد بالمرأة هنا؟ هل هي البالغة أم أنه يباح سفر الصغيرة لمن كانت دون البلوغ بدون محرم؟ المرأة هي الكبيرة البالغة، ما تسمى امرأة إلا وهي بالغة، أما الطفلة الصغيرة فهذه إن كانت دون التمييز هذه لا حكم لها، تكون مع الرجال وتكون مع النساء لا حكم لها، أما إن كانت مميزة وفيها فتنة فلا، ما يجوز لوجود الفتنة بها. نعم.